مرحبا، اليوم رح أحكي عن تول اسمها Timelinely، وهي تول مجانية فري أونلاين بحاجة لإنترنت كونكشن تستعملها. بتخلينا أعمل annotation لفيديوز وضيف عليهم comment، وهذا الكومنت فيكون text، فيكون link، فيكون صورة، فيكون recording. ملاحظة، الفيديوز اللي بحاجة يكونوا يوتيوب فيديوز. تكون عندي access على هذه التول، بكتب URL www.timeline.ly وبحط enter. تفتح عندي هذه البيج، بقلب هذه البيج في عندي box place a YouTube URL here. already بكون أنا محضرة اليوتيوب فيديو اللي بدي أعمل له annotation. مثلا أنا بيوتيوب بدي أعمل annotation لفيديو اسمه Bloom's Taxonomy Why, How and Top Examples. بجي على URL، بعمل right click copy، بروح على Timelinely، كليك بالبوكس وبعمل paste. بجيني message YouTube video found، وبكبس على get started. Timelinely بتعمل load للفيديو، بكبس البوتن play، الفيديو ببلش ينلعب، وبأسفل الفيديو ببين عندي plus icon مع add me اللي هي بتسمح لضيف comment. أول comment بدي ضيفه رح حط pause ورح اكبس على plus، ببين عندي box add interaction، write a comment تكتب الكومنت اللي بدي اياه. هالcomment مثل ما قلنا فيكون text، يكون فوتو، يكون ريكورد، وسجل صوت وصورة. هالمرة أنا بدي تكست، رح أكتب introduction to Bloom's taxonomy، ورح أكبس على save changes. ببين عندي المسج من تحت مع الايكون العبارة انه انا حاطة comment وtext. بدي ضيف another comment، كمان بحط pause، بكبس على plus. لاحظوا الايكون اللي هون اللي بتخليني اعمل drag للcomment وين بدي ينتهي. نحسب هون، هالمرة الكومنت أنا بدي عبارة عن صورة، رح أكبس على فوتو ورح نبش على صورة عندي. هيدي الصورة اللي فيها واي، حل أوبن، يعمل لود للصورة، بنزل نزول تكانت بينت save changes. في حال ما بينت بكبس tab that بين، بكبس على save changes، كمان بيحفظ الصورة وبيبين الايكون من تحت. Well, Bloom's taxonomy helps educators develop critical thinking skills and higher order cognitive abilities in their students. The best education is one where students are challenged. Next, what purpose does Bloom's taxonomy serve? بتضيف كومنت جديد، رح حط باوز، رح اكبس على بلس. وهالمرة أنا عندي additional information about Bloom's taxonomy، راح ضيفهم بالمقطع الخاص بالpurpose. راح أكتب additional information about Bloom's taxonomy نقطتين، وهول additional info هن عبارة عن article موجود online. رح أعمل copy للURL وروح على Timelinely، أعمل paste للارتكل، رح ينعمل له load، بكبس على save changes، بتبين الايكون عندي. Add a framework or organization for classifying lesson objectives. وهيدا الشيء ببين لكل الفيديو. بس خلص الفيديو بدي أعمل له publish، فبكبس على الببلش بوتن اللي هون. وتقدر أعمل publish بدي أكون signed in. في
فيني أعمل sign in بجوجل account بفيسبوك تويتر أو sign up بإيميل account. رح أعمل sign in الأكاونت جوجل. أنا هلأ صرت signed in بإليان. رح أرجع أكبس publish عن جديد. الفيديو نعمله publish. بيّن عندي اللينك. بقدر أنا أعمله شير مع زملائي. رح أعمل copy. وهيدا اللينك فينا أعمله paste وين ما بدي. ملاحظة اللي بده يشوف الفيديو بتايم لاين لي بيكون ما بحاجة يكون عنده لوجين أكاونت بتايم لاين لي تقدر يشوفه. رح أعمل له بلاي للفيديو وشوفوا كيف المسجز رح يبينوا لما بوصل على الفريم. Teachings and Education, Bloom's Taxonomy, Explained for Classroom Educators. Now, before we begin, let's give some credit to Benjamin Bloom. هيدا أول مسج. And this taxonomy was later revised by Lauren Anderson. Now here's the question posed. Why should educators use هيدا second comment. ولاحظوا إنه ضاين لأنه أنا كنت عامل دراك محددة وقت أكبر. The best education is one where students are challenged. Next, what purpose does Bloom's taxonomy serve for educators? To provide a framework. وهيدا تالت كومنت مع اللينك اللي هو بس أعمل كليك عليه رح يوديني على الصفحة Revision of Bloom's Taxonomy. رح أحط pause. Option كمان إضافية بتايملاين لي هي حد الشير بوتن. رح ارجع اكبس عليها تفرجيكم كيف ببين لينك للفيديو اللي انا ضايف عليه الكومنت. حدا في ايكون بس قرب عليها ببين عندي داونلود كومنتس. بس اكبس عليها رح تعمل لي داونلود للسي اس في فايل وهيدا الفايل فيه الكومنتس تبع الفيديو. رح سمي أنا Bloom's Taxonomy Comments. أعمل Save. أنا هون فتحت الفايل وهو CSV فايل يفتح بإكسل. رح كبر شوي الكولونز وكمان رح كبر الروز. ولاحظوا انه الانفورميشن كتبتها كتكست عم بتبين عندي وبتبين كمان باي تايم فريم ستارت تايم وقد ايه ستوب تايم تبين هيدا المسج. هيدا كل شيء عن تايم لاين لي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ثانك يو.